منور الدنيا. النهاردة كسبنا، والنهاردة تحسننا نسبيا، مش هنقول تحسننا قوي عشان ما نبالغش يعني، وصعدنا الدور ال 16 وزي ما قلت كده ادينا صعدنا برضه. انا عارف ان ده العادي، بس ادينا صعدنا برضه في وسط غانا خرجت والجزائر ممكن تخرج، فالحمد لله نجونا من المفاجآت الغريبه ديت. رايك ايه في اداء منتخبنا النهارده؟ والله بص، رايي كمصري انا فخور جدا بمنتخب مصر صعوده للدور ال 16، والنهارده لازم يعني ما نغفلش وضع مصر وصعودها للدور ال 16. دي حاجه مميزه جدا في وسط المنتخبات الكبيرة اللي موجودة، والصراعات اللي انت يمكن كنت لسه بتتكلم عليها، وخروج يعني اكبر يعني المنتخبات من غانا خرجت والجزائر في خطر، وحتى تونس في خطر، يعني في منتخبات كتيرة في خطر يعني، ولكن مش عايزين نبالغ في الفرحة. ايوه لعدة اسباب. اولها ان احنا مش افضل حاجة، يعني مش احسن حاجه وصلنا لها، مش افضل اداء وصلنا له، ويمكن كل يعني الجمهور المصري كله كان بيامل ان منتخب مصر يبقى افضل حاله من اللي احنا شفناه. الحاله الفنيه طبعا احنا بنتكلم على حاله فنيه، ولكن صعود حاجه مميزه نقدر نبني عليها في اللي جاي. بس انا كراجل محلل لازم اقول ان في حاجات كتيره نواقص في المنتخب، في مشاكل موجوده، في مش هو ده اللي انا امل بيه بالنسبه للاداء ولا الشكل بتاع منتخب مصر، وخصوصا انت النهارده كنت بتلعب السودان. السودان عايز اقول ان هو ما كانش عنده حلول خالص، كان يعتبر من الفرق الاضعف بالنسبه للبطوله كلها. كنا لازم ناخد المباراه ديت كمباراه يعني تعدنا للمراحل القادمه، ومبقاش فيه التنشانه اللي احنا شفناها في الشوط الثاني بشكل كبير جدا. يمكن احنا ادينا الشوط الاول كان نسب استحواذنا افضل، كان الشكل والاداء التكتيكي بالنسبه لنا كان افضل. رحنا على هددنا المرمى بشكل كبير، اشتغلنا بشكل كويس جدا، ولكن الشوط الثاني انخفض الاداء بشكل ملحوظ. الاستحواذ بدا يقل بشكل كبير جدا، مناطق الاستحواذ على الكوره حتى المساحات اللي ما بين الخطوط بدات تبقى في فجوات بشكل كبير جدا، مع ضعف المستويات الموجوده لفرقه السودان. عايز اقول لك مش عايز يعني اتكلم كتير على يعني الحاجات اللي احنا اللي مش راضيين عليها في المنتخب، ولكن مش عايز يعني ايه الفرحه تاخدنا، لان احنا خلاص يعني احنا لو احنا بينا كويسين خلاص. لا احنا لسه ما بقناش كويسين. احنا واقعيا مش كويسين. مكسب كويس، صعود دور 16 حاجه مميزه جدا، تدي دفع منتخب مصر على فكره، دفع نفسيه لاستعاده المستوى اللي هو الطبيعي بتاع منتخب مصر. لان كريم النهارده لو بصيت لمنتخب مصر على المستويات الافريقيه، لا انت فرقه لها تاريخ، لها وضع، لها شكل، المفروض ان احنا نأدي افضل من كده. المفروض ان احنا يبقى عندنا شراسة هجومية افضل من كده. علامات استفهام على امور معينة بتحصل في التشكيل والتبديلات، اكيد هندخل فيها وهنتكلم فيها. فاعتقد ان الحمد لله صعود مميز لمنتخب مصر، وده الاهم، ولكن لازم بقى نفوق المباريات القادمة عشان يبقى فيه تحسن في النتائج. طيب نفس الامر يا كابتن عبد الحميد، بشكل عام رايك ايه في اداء منتخبنا النهارده في المجمل في البطولة بشكل عام حتى الآن؟ والله يا كريم، وانا رأي الشارع المصري يعني. انت عارف دلوقتي الشارع المصري بقى دلوقتي عارفين كل حاجة وفاهمين كل حاجة، فما ينفعش يعني. عمرو دايما جميل، عمرو بيجمل الكلام شوية، لكن انا بصراحة لا، انا مش فخور ان المنتخب طلع دور 16، لان هو طبيعي جدا هو يطلع دور 16 في ظل مجموعة فيها نيجيريا ومصر والسودان وغينيا. فطبيعي جدا انت لو ما طلعتش دور 16 في الفرقه دي تطلع امتى؟ ما هو كان في مجموعته فيها جزر القمر، وجزر القمر لا انا بتكلم ما انا ما ينفع. بص احنا دايما بنقول ايه؟ اصل غانا، احنا من امتى كنا بنقول الكلام ده؟ احنا دايما منتخب لينا اصولنا ولينا العراقه بتاعت المنتخب المصري، ولينا تاريخنا ولينا بطولاتنا ولينا كل حاجه. لا احنا مصر، اتفق معاك. لا اتفق معاك ان احنا كمان المفروض نسعى من المجموعه دي متصدرين بالظبط. وبعدين حته ان احنا دايما يقولوا اصل اللعيبه، لا احنا عندنا لعيبه وعندنا لعيبه على اعلى مستوى وعندنا كل حاجه بصراحه تاهلنا ان احنا نوصل لابعد المستويات. فمنطقي جدا ان احنا نوصل. اللي مش منطقي الاداء خالص، اللي مش منطقي الفكر خالص الفني، اللي مش منطقي ان احنا نشوف مصطفى بيلعب بجناح، ان احنا نشوف صلاح بيلعب فرويد. في حاجات كتير قوي مش منطقيه، لكن الـ الاحسن طبعا ان احنا وصلنا الدور 16 في ظل
الحاله الفنيه السيئه جدا والمترديه جدا للمنتخب المصري. فده انجاز في ظل الحاله الفنيه اللي بيقودها كيروش. بس بمناسبه الجيل اوكي بصراحه كده وادام انت عايز تتكلم بصراحه في المواضيع ديت, الجيل الحالي واللي قبله واللي قبله واللي قبله لا عفوا الجيل الحالي مع المدرب الحالي واللي قبله واللي قبله واللي قبله مدربين كتير اتغيروا والاداء هو هو. يعني تقريبا من 2012 2013 تقريبا ده اداء منتخب مصر. المشكله بقى يعني انا 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 بحترم فكره انك تسبورت الجيل واحنا كلنا بنسبورت اللعيبه اللي موجوده دي ونشجعهم ونسندهم, بس ما هو نفس الاداء مع تغيير المدربين. لا انا مش سبورت خالص والله, انا بقول لك انا بتكلم واقعي. لا دايما هايل هايل انا لا انا بتكلم واقعي اصلا مش هينفع ابقى سبورت الحاجه مش هينفعش تبقى سبورت لي. انا بقول لك دلوقتي الشارع المصري بقى بيفهم كل كبيره وصغيره فلازم تتكلموا بمنتهى الواقعيه. لا المشكله في المدرب, انا ما شفتش مدرب كويس جه الفتره اللي فاتت خالص باستثناء كابتن حسام في بعض الحالات في بعض المواقف في بعض الماتشات, لكن انا ما شفتش مدرب كويس. انا شفت كوبر كان من أسوأ المدير الفنيين اللي بهدلونا الفتره اللي فاتت فنيا بالرغم ان انت وصلت كاس عالم. جه بعد كده جيري, جه بعد كده كروش, كابتن حسام بدري شويه. فانا ما شفتش مدرب كويس بصراحه.